السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى من كل قلبي تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم بغيت نشارك معكم هاد البانكيك، هذا اللي كيتشرى واجد. ما عمري في حقه ما جربتوش وقلت نجربه معكم. نورمالمون كندير للدراري، يعني كنصايبو انا يعني كامل. وهذا لقيتو اليوم ومشيت باش نتقضيت شي حويجات، لقيتهم حاطينه يعني بالانواع ديالو. كاين هذا اللي بداك لي شوكولا شيبس، وكاينين اللي بالكراميل، كاين اللي بهذا. المهم خديت هذا، الدراري كيعجبهم كتعرفوا هذا اللي بالشوكولا. ايوا قلت علاش لا نجربوا معكم. هنا راه دايرين على ان غادي تزيد غير هذه، غادي تزيد فيها غير 400 مليلتر ديال الحليب، تزيدها عليها داتسو كيبل وندير شو يعني تحرك مزيان صافي وساليتي فاتش. غادي ندير معكم تجربه وغادي نشوفوا كيفاش غيخرج هذا البانكيك الواجد. بنات زدت الحليب، ها هو زدتو، زدت 400 مليلتر ديال الحليب وخلطت مزيان. ولكن اللي لاحظت هو ان جاني بحال شويه سائل على ما كنديرو حنا البانكيك، شويه ثقيل، ماشي ثقيل ولكن شويه. المهم على حسب داكشي اللي شفت انا، حسيت حليته لقيتو بجاني بحال شويه سائل. والمهم ما نعرف، غادي نجربو بجوجنا اول مره، غادي نجرب معكم وغادي نشوفوا النتيجه النهائيه. راني درت المقله هنا كتسخن وغادي نجربه. بقاو معايا البنات. هاهي راه سخنات المقله، نقصت عليها. ها هنا غادي نجربو. شوف تعوجات، قلت لكم راه بانت ليا شويه سائله. المهم غادي نحاول نبقى ندير غير وحده، بانت ليا سائله هنايا. المهم بقاو معايا، ما غاديش نقطع حتى تشد راسها شويه. حتى كاع ما تنفخات، نزيد شوية العافية. مبغيتش نقطع حتى تشوفوا النتيجة. هادشي اللي كاع اللي كيتباع واجد انتي وزهرك. هي خاصة انا غير من هذا الشوفه بانت ليا خاصة شوية تكون شوية شادة راسها، عاوتاني ما تتخادش. نعرف غنديرو المحاولة الثانية، نشوفو غندير غير الوسط. لا تبقى هكا شويه مقاده ما تديفورماش. جاتني شويه سائله، مثلا حتى اللي بغى ياخذو هذه الاولى هي، المهم جات معوجه لانه هو شويه سائل. انا درت فيه 400 مليلتر كما قالوا. كنظن اللي غادي يديرو مثلا اللي شراه من هنا اولا يدير غير 300، مثلا دير 300 مي باش ما يجيش شويه جاري، باش يشد راسو شويه مي تكوني كتصايبيه. هادي هي قلبتها، دي الثانية كتبان حسن، هي كيما قلت لكم شوية جارية. من الأحسن بنادم ينقص شوية الحليب، المقدار اللي قالوه هما ينقص شوية باش ما يتعوج. ما جاتش من فوق البانكيك اللي من فوق هذا، المهم ما بيهاش ما بيهاش صافي، ماشي شي حاجة، حسن ديريها في الدار. هنايا كل مرة كندير قياس. كنشوف كنعبر. المهم هذا القياس هذا حسن باش ما كتزيدش تزلع، تمشي يعني تعوج، حيت درت قياس كبر من هذا وعوج تعاود. المهم الديفو ديالها هو انها شويه سائله، يعني داك القياس اللي داروا الحليب ما كتجي سائله.
المهم كتكل هذيك اللي معوجه راك لا وهاد الدراري اللي درت الاولى. المهم بحال هكا راه كتجي، بقاو معايا تتشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البانكيك ديالنا، هكا كيجي. المهم ماشي واو، ماشي كيما يعني كيما كنديروه في الدار، في حقه ديال الدار كيكون احسن. درت اشكال مختلفه لاني كنت كنجرب الشكل، يعني القياس اللي ما يمشيش يسرح ما يتعوش. كنت في الاول كنديرو شويه كبير، بعد درتو شويه مويان، بعد درتو صغير. المهم هذا هو الشكل النهائي، ما بغيتش ندير فيه شي حاجه لان كل واحد وشنو بغى. كاين اللي بغاه بالشوكولات، كاين اللي بغاه بالكونفيتور، كاين اللي بغاه هو اصلا فيه الشوكولا. هنايا بالكراميل، انا بغيت نديرو بالكراميل. المهم ما درت فيه حتى شي حاجه، كاين بنتي صغيره قالت لك بغيتو بالعسيله. هذا هو الشكل النهائي، وانا بالنسبه ليا اخر مره ما غادي نشريه، ما غاديش نعاود نشريه لان ما عجبنيش بزاف. المهم هذه التجربه، وبقاو معايا في الاخير ديال الفيديو، والى فيديو قادم، مع السلامه. خوتي جيت ندور معكم شويه وتشوفوا الشتيوة، الله يرحمنا ان شاء الله مكرات هاد الشتا هادي تكون حتى في المغرب. الجو زوين، شكون اللي كتعجبو يتسارى شويه في الشتا بحالي. الشتيوة الشتيوة الشتيوة، هاد الايامات هادي اليوم عاد ما حبساتش. منظر زوين، وكتشوفوا الشتا ملي كتكون صابه، يعني الجو كيتنقى كيولي نقي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا ربي يا ربي يرحمنا وطيح الشتا بزاف بزاف في المغرب حتى هو. بقاو معايا في هاد المناظر ديال الشتا اللي كتصاب، وهاد الخضره هادي ما تمشيو فين. Thank you.
Thank you.